المرأة لها خاصية خاصة في مجتمعنا، فاليوم إن شاء الله عندنا اجتماع للسماع إلى مشاكل التي تعيق دمجهم في الحياة اليومية. اليوم إن شاء الله حيتم تسليمهم كل المستلزمات من فراشات هوائية ومائية وكراسي متحركة. الاجتماع هذا حيكون طبعا اجتماع مباشر، نتعرفوا فيه على احتياجاتهم المباشرة، نحاولوا قدر الاستطاعة ان احنا نحلوا ما يمكن حله، ما لم يمكن حله فوريا نحن حيكون لنا لقاءات اخرى معهم، حنقدموا لهم حلول. نظرا للانقسام السياسي السائد